السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعليم راندا مع أم نعمة. اليوم إن شاء الله غنكمل معكم الخياطة ديال هاد القفطان هذا. من بعد ما درت معكم هاد الراندا في نصف الثوق، راني بديت معكم أخواتي الطريقة كيفاش تبداو. أنا بقيت كنخدم، ملي وصلت لهنا دابا غندير معكم الدورة ديال الهنق. غادي نوري لكم إن شاء الله القياس اللي غنديرو في هاد الدورة باش تجينا بحال هكا كتلبس بلا فتحة ديال العنق. إلا كنتو باقا ما خدمتو راه غتفصلوها قبل ما تخدمو. كنتو خدمتو بحالي أنا دابا، غنوري لكم إن شاء الله القياس اللي غادي ديرو. أنا هنا كنفصل القفطان فصالة عادية، أنتوما يعني الدورة ديال العنق ضروري خاصها الفتحة. احنا في هاد الخدمة اللي غنخدم معكم دابا بغينا نديرو الدورة ديال العنق بلا ما نديرو ليها الفتحة. غادي نوري لكم ان شاء الله القياس ونقطعوه ونشبوه، ونوري لكم حتى القياس ديال الراندا اللي غادي نديرو. ضروري اخواتي خاص الكتاف يكونوا ملاقين، غنزدي بحال هكا الكتف مع الكتف، غنشد بواحد الفنيته هنا غير باش ما يتفاوتوش. غنوري لكم القياس اللي غندير انا هنا في هاد الدوره، وان شاء الله ملي غتكمل غادي نوريها لكم كامله باش تشوفوها كيفاش جات. بالنسبه لهنا للقفه اللور غندير 9، غنعبر 9 وغنطبع انا طابعه هنا بواحد الستيلو، وغنزل من هنا لهنا. هذا هو القياس، انتما غنحسب 13 وغنطبع هنا في الجهه الفوقانيه ماشي تبين لكم، انا غندور بحال هكا باش تبان. غنطبع من هنا لهنا، انتما كنعبر من هنا لهنا 13. انتما شوفوا 13 فين جات، راه ملي تيكون مقاد الثوب انا هنا غير مع التليفون وداكشي، ملي تكونوا نتوما غتحطوا فوق طبيله بحال هكا مقاده ولا في الارض وغتشدوا العبار مزيان. غادي ني 13 هنايا، غنشد هنا هاد السنتيم اللي غيبقى هنا هو اللي غادي ننبل في الدوره ديال العنق. صافي دابا ملي شدينا القياس ديالنا غنكحز هاد الفنيته من هنا باش نقاد هاد الدوره بحال هكا. غنزل واحد شويه هكا، صافي خرجت في العلامه اللي طبعنا. صافي غنحيد الجهه اللي اللور ونشد غير الجهه القداميه بحال هكا. نقادو الراندا اللي خدمنا هنا خاصنا نجيبوها بحال هكا. هنا خاص الكتف يجي مع الكتف. صافي دابا هاد العبار اللي درت انا هنا غادي نجيبو لهنا لعند هاد العلامه، نقادو الثوب مزيان. غنجيب من هنا من هاد الطبعه اللي طبعت وندور بحال هكا الدوره، وخاصني نجيب هنا اولا ننزلو من الفوق وندورو هنايا. غادي ننزل من الفوق احسن غير باش تبان لكم حتى في الصوره. في الاول غير قطعوا، ولا بانت لكم شي حاجه ناقصه غنزيد ندخل واحد شويه هنا غير باش تجي هنا دايره. صافي على هذا الشكل انا بعدت غير باش تبان لكم مزيان. هانتوما هذه هي الدوره، هاد شويه اللي بقى غادي نشبوه غندورو مع الدوره ديال العنق كامله. نجيو لهنا غنبداو التنبيله من القدام، غادي نديرو غير خيط في اللون اللي كان. دابا غادي غير نشب حتى من بعد عاد غندير اللون في ديال الثوب ونبل به. هانتوما الشوي اللي زيد خاصنا ندورو به مع الدوره ديال العنق كامله. هنا راه مطوبل مع اثنين حتى هاد الثوب، بغيت تنقصوا من هذاك الثوب وتسورجيو ونقصوا منه. المهم انا غادي نوري لكم دابا هنا هاد الشويه اللي زيد غندورو به مع الدوره ديال العنق كامله. الا وصلتو بحال هكا لشي بلاصه ما كيبغيش يدور الثوب حاولوا تضربوا واحد الضريبات هنا. انا راه كنت صورت هاد التنبيله ولقيت منقزه واحد شويه وعاودتها، داكشي علاش ضربت هاد الضريبات هنا من قبل. صافي ونكملوا بحال هكا. صافي اخواتي انا بهذا القياس هذا غندور مع الدوره ديال العنق كامله، وغنرجع لكم غير باش ما نطولش عليكم حقاش باقا غندير لكم الخدمه ديال الراندا اللي غنديرو هنا.
صافي دابا ملي كنشبو الدوره ديال العنق غنجي لهنا غنطبعو النص ديال الكفه، تنحطو الكتف مع الكتف بحال هكا ونجيو لهنا نطبعو النص، نديرو ليه شي علامه بالستيلو نطبعو من الداخل. صافي دابا غنبداو الرانده ديالنا من هنا، ما كنبداوش دابا من هنا من القدام، غنجيو من هنا وغنبداو. بالنسبه للحرير راه مبروم على ثلاثه الشعرات، العقيق راه النمره 3، والبره غنخدمو بالبره النمره 11. غنجي لهنا لعند العلامه غنديرو هاد الرانده فيها 10 ديال الغراز، نجي للطبعه نثبت هنايا الحرير في الثوب، نهز هاد العوينه نرجع نشد هنا في الثوب وغندير بناء الغراز حتى نحدد 10 ديال العوينات. صافي كنبقاو نخدمو وكنحسبو هاد العوينات اللي كاينين في هاد الجهة اللي غنخدمو فيها، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. صافي غنرجع هنا في نفس العوينة. دابا ملي كنبغيو ننزلو بحال هاكا هنا بغينا ننزلو مع هاد 10 العوينات، أنا غنقرب ليكم أخواتي، بغي يرجع غادي نرجع هنا في نفس هاد العوينة باش نديرو هاد الدورة وننزلو، وباش ما تبقاش هاد الراندة بحال هاكا كل مرة تشد لينا غادي ندير واحد الخيط كيف ما كاين. غنشد هنا فهاد العوينة اللي الفوق ونجي لهنا للمخدة، هانتوما ندخل هنا في المخدة. صافي غير باش نشد هاد الراندة ما تبقاش كل مرة تبقى تشد لينا في الحرية، نخدم واحد شويه غير تقاد لينا الخدمه ونقطعو. صافي نرجعو دابا مع هاد العوينات، نشد هنا في الثوب ونخدم ربعة العوينات، 1 2 3 4، ونركب عقيقة. نخلي هاد العوينة ديال العقيقة ونشد هنا، غنضرب هنا 5 ضربات، 1 2 3 4، ها 5، نرجع مع هاد السطر. ملي نوصل عاد العقيقة نضربو جوج ضربات، ضربة من هاد الجهة وضربة من هاد الجهة. صافي ونكملو السطر عادي. نشد في التوب، بالنسبه لهاد الخدمه ديال العقيق ضروري خاص يكونوا الضربات هنا في التوب شويه بعاد باش ما كيجيش العقيق من الوسط من فوق كتجي الخدمه بباكوطه. غنضرب دابا غير 3 ضربات، 1 2 3، ونركب عقيقه. نشد هنا الوسط
نركب عقيقة أخرى، نخلي هاد العوينة ونجي لهنا. صافي نرجع مع السطر عادي، نوصلوا عاد العقيقة، نضربوا جوج ضربات، واحدة هنا وواحدة هنا. نشد هنا في التوب، دابا غنضربو غير جوج، واحد جوج، نركبو عقيقة، نشد هنا فوق هاد العقيقة ضربة واحدة، الوسط غيولو عندنا ثلاثة، واحد جوج ها ثلاثة، ونركب عقيقة. صافي نكمل هنا عادي، نرجع مع هاد السطر، في كل عقيقة نضربو جوج ضربات، صافي شديت هنا في التوب، غنضرب هنا ضربة واحدة ونركب عقيقة، نشد هنا فوق هاد العقيقة ضربة. صافي هنا كيوليو لنا خمسة ضربات، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، غنضرب جوجات والوسطانية غنركب فيها عقيقة من لول لاخر، نخلي هاد العوينة ونشد هنا. صافي كنضربو جوج ضربات ما بين كل عقيقة وعقيقة، ركب عقيقة في اللون الآخر، نخلي هاد العوينة ونشد هنا. بالنسبة لهنا خليت هنا زيد العدد هنا على هنا، باش هنا ملي نبغي نرجع للقفش نشد، بحال دابا كون ما زدتش هاد العوينة، حقاش هنا درت ربعة وهنا درت خمسة، كون درت هنا غير ربعة ملي غنرجع غنرجع في العقيقة مباشرة. اللهم نزيدو هاد العوينة، وملي نبغيو نرجعو نرجعو بعد هنا، باش تبقى غادي لينا هاد الضربة هنا في الحاشية، وكتبقى جامعة لينا حتى الدورة ديال العنق، الدورة ديال العنق تتجمع وعاد نجي لهنا للعقيقة. صافي نكمل هاد السطر عادي، كل عقيقة نضربو جوج ضربات، والعوينات الاخرين كنخدمو فيهم عادي. صافي بالنسبة للسطر اللول احنا ساليناه، كيجيونا هنايا غير بعض العقيقات في الجهة. نشد هنا هاد العوينة اللي بقات، نشد هنا في التوب، صافي نخدم هاد العوينات، كيجيونا هنا ثلاثة ضربات، وغنركب العقيقة الوسطانية. أنا خليت هنا هاد العوينة، غنشد هنا، نركب عقيقة في نفس اللون، غنبداو نفتحو تاني في الفي ديال هاد اللون، بالنسبة للخيط صافي تقاعدة وتشنتف، وخا يسالي لينا هنا غنركب خيط جديد، نجيو لبلاصة فين سالي لينا الخيط ونركبو خيط جديد. نهز هاد العوينة ديال الحرير ونزيرو هاد العقدة مزيان. صافي نكملوا هاد العوينات اللي بقاو هنا، وهاد الخيط كنخدموا فوقه واحد شويه وعاد نقطعوه. هانتوما لاحظتوا اخواتي هاد الخيط ملي كنشدوا الراندم هنا كتجينا الخدمه سهله، غنقطع هاد الخيط. صافي وغنرجع مع هاد السطر عادي، غنحاول نسرع لكم شويه الفيديو غير باش ما يجيكمش الفيديو طويل.
صافي غنشد هنا في التوب، غنضرب جوج ضربات ونركب عقيق. نخدم هنا فوق هاد العقيقة ونضرب هاد العوينة للوسط، ونعود نخدم هنا فوق العقيقة ونركب عقيقة أخرى. نخلي هاد العوينة ونكمل هنايا. صافي نرجع مع السطر عادي. صافي اخواتي دابا غنشد هنا في التوب، غنضرب غير ضربه هنا وغنركب عقيقه. وفي هذا السطر كنبداو اللون الاخر، انا بغيت غير نوري لكم امتى غنبداو في اللون الاخر. انا ركبت هنا عقيقه في هذا السطر تيولي لنا اربعه، غنضرب هنا جوج ضربات، ها وحده وها جوج. صافي غنركب عقيقه في اللون الاخر، نخلي هاد العوينه ونشد هنا، غنضرب عاوتاني هنا جوج ضربات ونركب عقيقة في اللون الآخر. نخلي هاد العوينة ونشد هنا. صافي بحال هاكا أخواتي غنستمرو. هاد السطر غنرجع فيه عادي، هذا هو السطر اللي غنبداو فيه اللون الآخر، غنبقاو غاديين بنفس الطريقة. دابا هذا كملناه، مغنبقاوش نخدمو فيه، غنبقاو نخدمو في هذا. وملي نوصلو للعقيقة اللخرى يعني العقيقة الرابعة، غادي ندخل عاوتاني اللون الآخر. غنستمر أخواتي بنفس الطريقة، ملي غنخدمو واحد شوية ونلقاو فين نشدو الفنيتة، نقطعو هاد الخيط نحيدوه. صافي غنكمل، ملي غادي نبدا دايرة البلاصة اللي كنوصلو ليها وكنلقاو بحال هاكا التوب بحال لي داير، نحاولو نبعدو الضربات باش تجينا الراندة دايرة. وملي نجيو بحال هاكا لشي بلاصة غادية مقادة، نمشيو بالضربات شوية مقاربين. صافي غادي نكمل، وملي نوصل إن شاء الله هنا فوق الراندة، غادي نرجع نوري لكم كيفاش غنخدمو هنا، وكيفاش ملي نوصلو هنا نقلبو الزواقة باش تجينا الراندة غادية مقادة. هانتوما إلا لاحظتو هنايا كنبقاو جايين بالاسهم بحال هكا، وملي كنوصلوا لهنا كنقلبوا الزواقه، خاص حتى هاد الاسهم يشوفوا لهاد الجهه. غادي نمشي اخواتي حتى نخدم، ومن بعد نرجع نكمل معكم. انا بقيت كنخدم اخواتي بنفس الطريقه كيف ما وريت لكم، هانتوما تجي الدور على هاد الشكل. بالنسبه لهنا راه كنبعدوا شويه الضربات، الا لاحظتوا هانتوما شوفوا الضربات اللي في التوب كنبعدوهم غير باش كتجينا من هنا الراندة دايره. وبالنسبه لهاد الضربه اللي خليت الفوق راه كنزيرها باش كتجي من الفوق الراندة مجموعه، ومن التحت كتجي هكا دايره على هاد الشكل. صافي غادي نوري لكم دابا كيفاش غادي نقلبوا هاد الراندة باش تجينا الدوره مزيانه. حاجه وحده اخواتي اللي غيرت من بعد ما وريت لكم البديه، في الاول كنت وريت لكم هنايا ملي بغينا نركبوا هاد العقيقه الاولى خليت اربعه ضربات، ولكن من بعد نقص وحده خليت غير ثلاثه، جاتني وحده بحال اللي غير زايده، المهم حيدتها خليت هنا لتحت غير ثلاثه. غادي نكمل لكم دابا على حساب ثلاثه، وملي تبداو ان شاء الله هنا في البديه من الاحسن خليو ثلاثه، جات حسن جات حسن، يعني ديك الثلاثه ما كتبقى حتى ضربه هنا وكتجي راندة دايره. اما الا بقات وحده بحال هاد الجهه اللي الفوق، حنا خلينا هاد الجهه اللي الفوق خلينا فيها ضربه باش تجمع لينا الراندة، ولكن من التحت ما بغيناهاش تجمع، بغيناها تجي واسعه، فحيدت هذيك العوينه. صافي نكمل معكم دابا. قلت لكم من قبل البلاصه اللي كتجي اللي كنلقاو فيها التوب داير نبعدوا الضربات، والبلاصه اللي كنلقاو التوب غادي مقاد نقربوا شويه الضربات. صافي ملي تنوصلوا لهنا النص، هذا هو النص، صافي وقفت لي الزواقه هنا، وانتم يمكن توقف لكم في اي قياس. دابا اش غادي نديروا ملي وصلت لهنايا؟ غادي دابا السطر الثاني غنعاودو بحال السطر اللي قبل من هاد السطر، هذا هو النص. غنشوف السطر اللي قبل من هذا اشنو فيه، في هاد العقيقه هذه وهاد العقيقه وهادي، غادي ندير دابا بحالها. صافي الوسط كنخليه، نشد هنايا في الراندة. بالنسبه لهاد الضربه ديال الراندة مشيت بهم ضربه بضربه. صافي السطر اللي قبل من هذا راه هو هذا، غادي نركب عقيقه خضراء. راني لغيت اخواتي هاد الضربه اللي تجي قبل من هاد العقيقه، حيدتها، غنخلي عوينه ونشد هنا.
نضرب هذا جوج ضربات، واحد جوج، ونركب عقيقه. هي هاد العقيقه صافي بحال اللي راجعين، تديروا الزواقه هاكا راجعين. نخلي هاد العويده ونشد هنا، ها واحد ها جوج، ودير عقيقه خضراء صافي. نخدم هاد جوج عويدات اللي كيبقاو هنا ونرجع مع السطر. صافي نشد هنا في الراند عاوتاني، نخدم ضربه واحده ونركب عقيقه. غنديروا دابا الفي بحال هكا مقلوبه بحال اللي بديناها من هنا، وغنبداو نجمعوا فيها. غنجمعها عاوتاني هنايا، نركب عقيقه، نخلي هاد العويله ونشد هنا. الوسط غيجيونا ثلاثه ضربات، ها جوج ها ثلاثه، ونركب عقيقه في الخضر. صافي نكمل هنا، نرجع مع السطر عادي. دابا غنضرب جوج ضربات ونركب عقيقه، واحد ها جوج. نضرب الضربه ونركب العقيقه الاخرى، لحقاش هنا كنجمعوا في هاد الفي. صافي نكمل هاد العوينات ونرجع مع السطر عادي. غنبدل هاد الخيط راه تشنتف، غنركب خيط اخر، نجيو لاخر ضربه ونركبو الخيط. نهزو هاد العوينه ديال الحرير صافي، نخدمو فوق هاد الحرير واحد شويه ومن بعد غنقطعوه. نجيو للعوينه اللي حدا هادي، نشدو فيها هنايا، بالنسبه لهنا اخواتي قبل ما نجيو لهنا نديرو هاد العقيقه، خاصنا نديرو هاد اللون الاخر. هاد السطر هذا غادي نركب عقيقه في هاد اللون، ننزل العقيقه هنا، نخلي لها هاد العوينه ونشد هنا، ها وحده ها جوج، ونركب هاد العقيقه الوسطانيه. صافي دابا هاد الفي اللي الوسط سديناها، ها هي تسدات. غنخدم دابا جوج ضربات ونركب عقيقه في اللون الاخر. غنبداو دابا الفي الاخرى، نخلي هاد العوينه ونشد هنا. صافي اخواتي راه هذه هي الطريقه، راه ساهله. راه دابا بدينا كنخدموا هاد الراندا بالمقلوب، كنبداوها من هنا وكنبداو نسدو في هاد الفي حتى تنكملوها. راه بنفس الطريقه غندورو مع الدوره ديال العنق كامله. دابا هاد الفي ساليته، ما نبقاش نخدم فيها، غنبقى نخدم معاه هنا. وملي نوصل للعقيقه الاخرى ديال هاد اللون هذا، قبل ما نركب هاد العقيقه الاخرى غنركب ثاني اللون الاخر من هاد الجناب. غنكمل اخواتي بنفس الطريقه، راه سهله الطريقه، رانا وريت لكم من قبل. الا لاحظتوا هنا غنبقى غادي بالضربات مقادين، ولكن ملي غنوصل لهنا غنبعد شويه الضربات، وراه كتبقى الدور راندا بحال هكا بوحدها، راه كتجي هكا دايره على هاد الشكل. نتمنى اخواتي الفيديو يعجبكم، نتمنى الشرح يكون واضح ينال الاعجاب ديالكم. غير سمحوا لي راه شويه عيانه مع البرد. بالنسبه الى نسيت شي حاجه غير تواصلوا معايا، ان شاء الله نزيد نشرحها لكم ونوريها لكم.
المهم راه هذه هي الدوره ديال العنق، غنبقى نخدم بنفس الطريقه حتى نوصل لهنا، غير هي ضروري اخواتي تعبروا، ملي تكونوا تخدموا تعبروا. دابا ملي غنبدا نخدم انا غنشد هكا النص، خاصني هاد الجهه هادي نخدمها حتى هي تجيني قد هاد الجهه، تنبقى غاديه انا كنخدم وانا كنقيس حتى نوصل لهنا. خاصني هنا هاد الزاديه ديال الكتاف تجيني بحال هكا، والقياس اللي جاني هنا يجيني هنا، وهاد الجهه اللي غتبقى حتى هي خاص هاد الرانده اللي تجيني هنا قد هيجيني هنا. وملي غنوصل لهنا راه عادي غنلاقي بالملاقيه ديال واحد عادي، يعني غنزدي هاد الرانده مع الرانده الاخرى وصافي. ومن بعد غادي ندير الدرس عادي، غندير غير سنينه ديال واحد. نتوما يمكن لكم ديروا الدرس اللي بغيتو، من الاحسن ملي تيكون هكا عندنا الرانده عريضه نديروا غير ديال واحد مغلفه. من بعد ان شاء الله غنشارك معكم حتى الدرس اللي غيجي مواتي لهاد الخدمه، درس جديد وزوين فيه العقيق اللي درنا هنايا، وتيجي راقي وكيجي ديال المناسبات ان شاء الله. من بعد غادي نوريه لكم. نتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنساونيش باللايك للفيديو، واللي ما مشاركش معنا في قناة تشارك. وشكرا لكم، بالسلامة عليكم، نتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله.